حفلا صوفيا نتابع لقطات منها في الروبورتاج وفاء اليعقوبي عبد الفتاح الزوين والمهدي العيسي. مجموعة الأنوار للطريقة التيجانية في إنشادها تبعث رسائل المحبة والسلام الداخلي. فيه سرور، فيه حبور، فيه شفاء للجميع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيقاعات توحد كل الأجناس ولا تؤمن بالاختلاف. الروح تحررت من الجسد الذي يكبلها إلى هناك حيث النور الإلهي. I completely disappear. I leave my body and I go deeper. أغادر جسدي إلى عوالم عميقة، إحساس لم أشعر به من قبل. هذه الإيقاعات والأغاني تحمل في طيتها ذبذبات غريبة وطاقة إيجابية قوية. إلى دار تازي أقبل العارفون زمرا ليرتووا بعيدا عن المادية التي أخدقت على الجسد على حساب الروح. البرنامج ديالنا لهذه الصارات ضمن جوج ديال الحصص. الحصة الأولى يشتمل على مقام راس الديل، يتضمنه كلام القوم. في الحصة الثانية كما شاهدتم حصة من الخمريات من مقام الحجاز الكبير الحجاز. في هذه الحضرة المعبود واحد وإن اختلفت الأديان.